علي زواق مدير ديوان مؤسسة الشباب لولاية مسيلة. طبعا أولا أوجه لك تحية على مجهودك الجبار للصالح العام وليس للصالح الشخصي، لأنك توثق بمراحل في مختلف القطاعات مرت بها الولاية. ولما سألتني عن تعلق بالقطاع، طبعا بدايتي وأنا تلميذ بثانوي عثمان بن عفان كنت أزور وكنت منخرط بدار الشباب ابن رشاك آنذاك. طبعا هذا الانخراط كيف كان يكون؟ كيف علمت بها؟ كيف حتى عرفت باللي كاين حاجه هنا يسموها دار الشباب وانخرطت؟ صحيح، كيف؟ بحيث كنا في اوقات الراحه او الاثنين مساء، في ذلك الوقت لم تكن الدراسه الاثنين مساء والخميس مساء. وفي كنا نتجول ونحن صغار. فطبعا كلمه الشباب تجذب، دخلنا كان دار الشباب ابن رشيق هكذا كانت تسمى بداية الثمانينات. طبعا اذكر من وجدتهم في الفترة سواء كعمال او كهواة لعدة فنون كانت تشتهر بها دار الشباب، مثل التصوير، مثل المسرح، الفنون الغنائية. اذكر المستشار او كان انا ذاك يسمى مدرب الشباب سي الاحسن بن خالد الذي لم نره منذ مده حيث تقاعد وهو مقيم حاليا بولد مرداس. بن خالد اذكر جيدا انه هو اول من استقبلني، كنا صغار، وكان يشرف انذاك على نادي التصوير الفوتوغرافي. ساعتها كان التصوير بالابيض والاسود، وتعلمنا على يده اولا. ثانيا كانت هناك فرق مسرحيه وفرق غنائيه. اذكر كان ساعتها فريد الاخضر حمينه لم يكن موظفا بدار الشباب، كان هاون. واذكر ايضا بشير الصحراوي كان يعمل هنا في تلك الفتره. بالنسبه للجانب الرياضي مرحوم مملوكي لا اذكرهم جميعا. بالنسبه للفن التشكيليه كان عمرو خليفه رحمه الله عليه، قدم الكثير في الفن التشكيلي بامثله. وهكذا كان دخولي القطاع، لم اكن اعلم باني سادخل هذا القطاع واصبح اطارا به. وسارت الامور الى ان اصبحت مديرا لهذا الديوان الذي يشرف على حاليا على 46 مؤسسه شبانيه، ما بين بيوت الشباب ودور الشباب والقاعات المتعدده النشاطات والمركبات الرياضيه الجواريه. تعلم الكثير، من لم يشكر الناس يشكر الله. تعلم الكثير من جمع مجناح، من فريد الأخضر حمينة، من بخال الأحسن، من المدير ساعتها بشير بن يوسف متقاعد حاليا، قدم أيضا الكثير في تلك الفترة. كان دار الشباب معروف على مستوى وطني، خاصة بالسينما الهوات وخاصة بالطاقات المتجددة. كان هناك مهرجان وطني تأتي مختلف الولايات لتشارك في ذلك المهرجان، وأصبحت دار الشباب بن رشيق في تلك الفترة مركز إشعاع سواء للطاقة المتجددة. أذكر العربي بره حفظه الله، رغم أنه إطار في الرياضة ولكنه قدم الكثير لهذا النادي، كان دوما متواجد به ويساهم بإبداعاته لأن له ميول أيضا في هذا الجانب. تحية خاصة له من إطارات التي نحترمها كثيرا. وهكذا دواليك تحول دار الشباب إلى مركز إعلام وتنشيط الشباب. بين قوسين محواس أحمد قدم الكثير المسرح، كنت أنا أنساه، محواس قدم الكثير المسرح أيضا، وشارك في تلك الفترة في مهرجانات وطنية متخصصة ونال عدة جوائز، مثل ما أتت بعده فرقة الإنارة التي كان يرأسها المدير السابق فريد الأخضر حمينة. أيضا فرقة الإنارة المسرح أو السينما الهوات أيضا جالت وصالت في الوطن وصنعت اسما لها في تلك المرحلة. وتواصلت الأيام، ذهبت أنا بعد تلك الفترة إلى مرحلة التكوين بمدرسة التكوين إطارة الشباب بقسنطينة. كان لي تكوين في اختصاصي كان في الفنون الدرامية. عملت بعدها بالمركز التقني. قل لي التواريخ وقتاش؟ مرحلة التكوين كانت
سبتمبر 86 إلى مدة سنتين إلى نهاية التكوين، أذكر كان في شهر جويلية 88. بعدها عينت بمركز الثقافي لبلدية حمام ضرعة، وكان لي باع كبير في المسرح حيث أنشأت فرقة لاقت النجاح في تلك الفترة، وأصبحت أيضا مشترك في المهرجانات. كي قلت حمام ضرعة يعني قصدك مسقط الرأس ولا؟ مسقط الرأس. الله يبارك. مسقط الرأس. وعملت بمركز ثقافي، والحمد لله أنني نجحت في عملي في تلك الفترة. أصبح المركز الثقافي أيضا نقطة إشعاع. أي سما كيف يقاس النجاح؟ كي الواحد يقول نجحت كيف يقيسه؟ النجاح يقاس أولا بمدى حب العمل. المجهود يظهر في النتائج، في إنتاج المسرحيات، في إنتاج فرقة فخورية، في العمل بالمكتبة، في عدد الذين تكونهم النجاح. كانوا بالعشرات. بعدها طبعا بقيت في اختصاصي، ولكن الإدارة احتاجتني، عملت بمدير الشباب والرياضة كرئيس مكتب لمدة سنة، ثم شاء الأقدار أن أنجح في مسابقة نظمت وزارة الشباب والرياضة، فأصبحت مستشارا. في تلك الفترة السيد فريد أخضر حمينة تولى منصب مدير مركز إعلام مدرسة الشباب، فكانت مقاطعة 50 لولا الدراج مقرى التي كان يعمل بها تحملت مسؤوليتها وعملت بها لفترة، ثم عدت إلى مسقط رأسي حمام ضرعة حيث تم تدشين مركب رياضي الجواري نهاية 2007. المركب الجواري شهد نجاح باهر، يعني من شيء صدف أن يكون فريق عمل معي من متعاقدين ومن الهواة متطوعين، اجتمعنا كان الهدف واحد، أننا في تلك الفترة استطعنا أن نجلب 1475 شاب انخرطت بالمركب. ما شاء الله، احنا راه تبان غير شويه. مسرح. ايه بصح احنا كندورو كانت تكون ثانوي فيها 1000 تلميذ، هاي حوالي قدها ثانوية. حتى صار عندي الضغط في العمل. والله كنا نعمل من 8 صباحا حتى 7 مساء. يعني اذكر مجموعة من عقود مقام التشغيل بارك الله فيهم، اذكرهم بالخير الى يوم الدين. ربما سن الشباب، ربما المهم تحمسوا وقدموا ما عليهم. أذكر كان لدينا فريق الجانب الرياضي فقط، أن فريق في الملاكمة الرجالية وفي الملاكمة النسوية، كانت فقط شبكة شابة تسمى مهدي إيمان، استطعت أن تجلب 60 طفلة وتعلمها الملاكمة. ونفس الشيء كان علينا فريق في الجمباز، كان يصرف عليه أنذاك مصابة، كان في إطار عقود مقام التشغيل، الآن هو أستاذ المتوسط. في الإعلام الآلي كان عيد الشاكر. في المسرح كان متطوعين، أذكر مهدي عبد الغني، أذكر فايد أمين، وكنت أقوم بمساعدتهم. في كرة القدم كان لنا فريق كرة القدم إناث، وفي تلك الفترة من حسن الحظ أن سوناطراك فتحت مدارس، كانت لنا اتفاقية معها، كانت تمولنا بالألبسة وبالكفرات، وحتى كان المتطوع آنذاك يتلقى راتبا من سوناطراك. يعني فاقت 100 طفل أذكرها جيدا في كرة القدم، سواء الذكور أو الإناث. وش من عام هذا؟ عام 2009 2010 2011. عملت في طلب المركب، الحمد لله شهد المركب الكل يشهد النجاح الذي كان في المركب. ثم عدت من جديد إلى المسيلة لتولي إدارة مركز التسلية العلمية. قبل تدشينه كنت أقوم بتحضيرات من قبل سانويت. نعم. يعني قبل ما يفتح قمنا بغرس أشجار، قمنا بتزيين المحيط. بعد مركز التسلية العلمية تقريبا ونحن في اللمسات الأخيرة لفتحه، عينت هنا كمدير لديوان مؤسسات الشباب بولاية المسيلة، وهذا شرف لي. 2015 2017 جويلية 2017
الله يبارك. إلى يومنا هذا العملية متواصلة، الجهاد متواصل، النظام متواصل، نسعى دوما لتقديم الأحسن. أكيد اللي يخدم تجور يغلط، هذا يقولوا بالإنجليزية هي هو ميكس نو ميستيكس ميكس نو، الذي لا يخطئ لا يفعل شيئا. احنا أهم إنجازات في والله أهم إنجازات المؤسسة، طيب احنا ما نقولوش غير المدير اللي خدمه بما نحصلوش فيه كلش. أول نقطة هي ترقية العمال والموظفين، خاصة الموظفين لما استلمت الديوان أغلبهم كان عندهم فوق 10 سنوات، يعني شيء غير منطقي، ولم يرقوا بمساعي مع الوزارة، يعني كل إطار حصل على الترقية التي كان يأملها وتتوفر في شروط قانونية، لم يبقى ولا إطار لم يرقى، لم يبقى ولا إطار. يعني هذه إدارية. الحمد لله هذه نقطة سجلها التاريخ إن شاء الله. وعندكم مسؤولية تاع 46 قلت لي. يعني 46 مؤسسة ما بين بيت الشباب، عندنا 5 بيت شباب على مستوى الولاية، بيت شباب المعضيد، بيت شباب الجديدة في مسيلة، بيت شباب في شباب مساعد، وبيتي شباب في بوسعادة، بيت شباب الجديدة، وأيضا ملحق لبيت الشباب مفدي زكريا في بوسعادة. يعني كل ما يحدث ذكا في هذه المؤسسات راك لكم يد فيه. من قريب او من بعيد، يعني بما انكم انتم ايه الله يبارك، هي تعتبر حسب القانون ملحقات لديوان مؤسسه الشباب. الله يبارك. كلمه اخيره. انا في المركب الرياضي الجوالي متواجد في اغلب بلديات الولايه. الله يبارك. كلمه اخيره في حق ناس ممكن ما تداوش حقهم، توفى ولا شي حاجه، تذكرهم خدموا معاكم. الله يا رحمه الله عليهم، انا بزاف كثير من الزملاء لم يحصل عليه، ولا راهم مرضى، ولا راهم فيهم من توفي رحمة الله بيرحمه السلام، وفيهم من هو على قيد الحياة. نوجه له من منبركم هذا نوجه له التحية، ونتمناهم إن شاء الله يزورونا. طبعا قدموا الكثير ما ننساهمش، والعدد تاعهم كثير ما نقدرش نذكرهم الكل. نوجه لهم التحية ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والسعادة في حياتهم. آمين. الناس تجمع إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا.